مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، بنرحب بحضراتكم في بث مباشر مع محامي الشاب سعد أسامة ضحية صفع الفنان عمرو دياب. هيكشف لنا عن الدعوة المدنية اللي رفعها والجنحة المباشرة اللي رفعها في أمام النائب العام، وتم تحديد جلسة ليها أمام محكمة التجمع الخامس في جلسة 30/7. نعرف تفاصيل الدعوة والجنحة. برحب بيك، احكي لي عن إن حضرتك حسين المطعمي محامي، ومعايا 53 ثاني محامي من إسنا على رأسهم الدوش الشاكر اللي هو نقيب محامين الأقصر. تمام، كلفت من اسم ومن والد سعد ان اقوم بعمل قضيه. تمام، وانا تدخلت في القضيه اللي رفعها عمرو دياب المحضر رقم 9714. تدخلت في الدعوه في المحضر بتاعه وادعيت مدني بمليار مليار، وتحددت الجلسه 30/7 جلسه جنائيه. عايزين صوره منها يا جلسه جنائيه. جلسه جنائيه امام محكمه التجمع، جنح التجمع الاول يوم 30/7 الثلاث سليم الساعة 9 صباحا وما بعدها. التهم اللي حضرتك كاتبها في الدعوة؟ نيجي التهم الأولانية اللي بتاعت المليار إن هو التقاضي الكيدي، إنه قام بالتقاضي الكيدي، قام بالتشهير بالشاب، وإن هو التحرش بي والكلام. يعني الكلام ده على المحضر اللي الفنان عمله؟ اللي عمله إحنا تدخلنا له فيه بالدعاء بمليار. تمام؟ يبقى محضره هو اللي عمله، إحنا تدخلنا له فيه، يعني هو اللي جابها لنفسه. بس سعادتك تمام المحضر اللي عمله وصل. نبص نشوف بس نصور الناس اللي نصور لما الناس بس المحضر حضرتك لسه حضرتك حضرتك هنشوف بس موضوع يعني ايد حضرتك من هنا. لا لسه ماشي، ده موضوع ده. تمام، كم دي حاجة ما حضرتك. تمام، هات الدعوة الثانية. الثانية يا سيادتك جنح التنمر. بس انت يعني قلت لنا ثواني كمل الدعوة. جنح التنمر وبلطجة، بلطجة وتنمر وتكدير الصف العام، لان ما حدث من عمرو دياب ان هو يصفع مواطن مصري هذه بلطجه. هذه بلطجه الفنان بالبلطجه زائد التنمر. لان انت اعلى من الناس في ايه؟ عشان تضرب الناس، ان الناس خلقتهم امهاتهم احرارا. هو قال ان هو قال حتى لو عرس انت، انا لو عرس سعادتك تديني بالقلم؟ قول لي بقى دلوقتي سعادتك، دلوقتي انا كنت واقف وانت كنت تقول لي طب قول لنا، طب قول لنا هل انا اقصد ان سعد بدا؟ حتى لو بدا، لا يا فندم، موضوع سعد ما بداش. سعد اتفق معاه عمرو دياب، قال له فكرني بدليل سيادتك طالع على البيست وقعد جنب منه لازق فيه وبيعملوا كده بالكاميرا. بيعملوا كده بالكاميرا. هل دي اول مره يبقى ما بين سعد وعمرو دياب؟ اتصور مع عمرو دياب قبل كده؟ اتصور قبل كده مع عمرو دياب، والناس نزلت الصور. يعني هو عارفه بالفعل؟ عارفه ودخل عليه، قال له انا من صعيد مصر، انا من اسنا، قال له انا بحب اهل اسنا، قال له طبعا عايز اتصور، طبعا عايز اتصور مع كوكبه من الفنانين. قال له لما ابقى فوق وانا قدام من الفنانين ابقى فكرني. ده الكلام ده يوم الفرح. يوم الفرح قال له فكرني، فبيفكره. هل التفكير اصبح جريمه؟ لا، بس هو قرصه وقال ان هو مش قرصه، بيقول له كده يا استاذه. لو 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 واحد لو راجل قال لست دي تبقى كارثه، لكن راجل مع راجل تزوج معاه اطفال. تمام، بعد زفت. بس انت قلت لنا برضه حتى لو مش معزوم في الفرح. هل هو كان معزوم في الفرح فعلا؟ مش معزوم. امال كان بيعمل ايه في الفرح؟ هو بيحب الافراح. ايه المحضر؟ هو كل انسان ليه هوايه. هو اي فرح فيه فنانين بيروح يحضروا يعني؟ هو وظيفته ايه طيب؟ عمرو دياب عمل محضر ضد سعد، ما قلنا لك هو دخلنا فيه بمليار. تمام، طب ماشي. هو هيتحفظ وعلى دخلنا فيه بمليار، بيروح احنا اللي دخلنا. لكن سعد راح اتحقق معاه وتم اخلاص. اتحقق معاه واتخلص. هو شغال ايه سعد اسامه؟ شغال ايه من سرايا النيابه؟ يبقى ازاي ضمان؟ هو قال ايه في التحقيق لو سمحت؟ قال ان انا ما حصلش، انا كنت بحبه، انا انسان بحبه يا جماعه. انسان بحبه، اتضرب بالقلم. حتى على فكره حتى النيابه تعاطفت معاه وقالت له، يعني في ناس قالوا ليه ما ردتوش القلم؟ عقوبه الضرب بالقلم في القانون يا باشا. انا مش ما عنديش عقوبه ضرب، انا عندي عقوبه بلطجه. طب دي عقوبتها تصل لايه؟ البلطجه والتنمر. خمس سنين يعني هتجيب لعمرو دياب حبس خمس سنين؟ من سنتين لخمسه. وتطالبات الشاب احنا نرجع برضه. طب كلمنا طلبات الشاب. انت قلت هو رد اعتبار الشاب ايه؟ رد اعتبار النهارده قلم. انا طلباتي ان اضرب عمرو دياب بقلم. مفيش تواصل حصل ما بين عمرو دياب والشاب وقال ان هو أنا عايز يصالحه؟ انا لو انتوا عايزين، انا مني طلباتي لا عايزين مليار ولا عايزين جنيه، نضرب عمرو دياب بقلم وخلصت. هو ما قالش ان هو ياخد قلم. احنا صعايد بس زي ما ضرب القلم ياخد قلم. في سؤال دلوقتي، هو ماشي عمرو دياب ما عرضش عليه الصلح؟ حتى لو عرض مرفوض. طب الحاله عايز قلم. انا اضرب انا عن نفسي
اطلع كده واطلع اديله حته دين قلم. بس هو ما اداش حضرتك بالقلم. ماشي اخلي اسامه يديه بيديه قلم، ولازم القلم على فكره احنا لو حد ضربنا بالقلم بنضربه بالجزمه. ولكن انت لو جيت. طب بالنسبه لوالدي خلينا في القانون وعرفنا يا جماعه. بص الاستاذه مستني دلوقتي هديها بالقلم. لا تدي مين تدي مين يا انا مو الاستاذ اختي العزيزه. اهلا وسهلا. طلباتك ايه؟ طلباتك ايه؟ طلباتي ان احنا ندى عمرو دياب بالقلم. لا بس عمرو دياب بس القانونيه القانونيه مليار جنيه تعويض زائد زائد مليون زائد حبس لا يقل عن سنتين ولا شيء. طب الحاله النفسيه لوالده انت ازاي مقدم دعوه مدنيه؟ انا مش عارفه اكلمه. مش مدني ماشي جنائي راجل قانون ازاي انت عايز تضرب عمرو دياب؟ انا قلت لك عايز اضرب. انت بتقول لي طلبات عمرو عايز انت عايز ايه من عمرو؟ لا لا اسمعني باشا باشا انت بتقول لي للتصالح. باشا انت في الاهلك لما انت حد بيحصل معاه حتى ابنه يا باشا ابنك الصغير ايوه. طب يا باشا ارفع دعوه قانونيه. انت فاكر سيادتك التعبئه من لا والله لا لا انا بس كلمتين يا باشا بتقول لي التصالح كيف يتم التصالح يا باشا؟ انا عايز اقولها في تصالح رضائي وفي قضائي. القضاء نسيب القضاء ياخد مجراه. الرضائي يضرب بالقلم في غلط. هل في عداء؟ خلينا في القانون العادي ده القران قال ولكم فكره وقصاص. كفايه بقى يا جماعه من دون فرصه. دكتور حسين دكتور حسين انت حاجه كتير في القران ولكم بالجروح وقصاص يا اولي الالباب. مالك سيادتك السن بالسن ومن عفى انا مش عارف ومن عفى وصف اجره على الله. انا مش عارف عشان ده يعتبر تهديد يا باشا. تهديد تهديد يا باشا انا بهدد يعمل ما بدا. كلمني عن حاله والده. كلمني عن حاله والده والطالب عايزين نديه بالقلم. ايوه يا باشا انت بتقول لي كيف يا باشا؟ انا قلت لك نديله القلم بالقانون سليم. ازاي القلم بالقانون؟ الاثار النفسيه والاجتماعيه اللي واقع عليها عمرو دياب بيضربوا بالقلم. اه طبعا انت ما قلتش ما حياتك ما وضحتش يا باشا عشان بس ما حدش يؤخذ عليك يا باشا. انا بقول لسيادتك قلم يا دكتور حسين. ايوه انت القلم قصدك ايه بان احنا نجيب القلم؟ سيادتك القلم ده بالقانون بتاعنا وبالاجراءات التي رسمها القانون سوف نقوم زي ما اتخذنا اجراء اللازم هنتخذ اللازم. ايه الاجراء اللي هتتخذه؟ ما قلنا يا جماعه عايزين نسمع تاني. قلنا دعوتين القضية بتاعته تدخلنا فيها والقضية اللي ضده عملناها. طب تمام عايزين نتكلم عن والده. والده 30 زي الزفت والمصحف. وهو الولد ايه مختفي يا جماعة. الواد لو زي بتاع الكشري يا باشا اذا كانت اتعملت عليه صفحات فيك. ازاي واحنا بنصور ماشي يعني هو ما عملش الصفحات دي؟ ازاي قصدك ازاي يعني ازاي يا دكتور يا دكتور احنا نكمل لو سمحت لو سمحت عايزين نعرف الحاله النفسيه لوالده ايه خصوصا بعد ما اتعرض عليه عمره وتعويض. هل يتم التصالح بينهم يا فندم في يوم؟ يا دكتور حضرتك كنت بتقول سعد القحطاني. يا دكتور يا دكتور اسم يا دكتور سعد القحطاني قال لك هدفع من مليون ل 100 مليون. في حاله تدخل اطراف للصلح وطبعا الصلح ده حتى مذكور في القران ومن عفى حتى زي يا باشا للاسف الصلح اللي بتتكلم عليه يا فندم الصلح بتكلم عليه ده فيه جريمه انا اصابتني كابن من ابناء اسنا سليم الاهانه. خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا. عايزين نتكلم عن الحاله النفسيه لوالده خصوصا بعد ما اتعرض عليه عمره وصلح. هل الوالد هيتصالح؟ منظمه الامم المتحده بالاعلام يعني ايه بالاعلام؟ هقول لك هل الوالد على النت وتجاهل يا ريس الامم المتحده يا فندم سعد القحطاني قال لك هدفع مليون ل 100 مليون. دكتور حسين يا فندم هل هيتم رد حضرتك يا دكتور حسين يا دكتور رد حضرتك على الناس اللي هي بتقول انه سعد اسامه يعني انت مصمم على سعد اسامه تحطه؟ لا 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 انا بحط نفسي مكان لا انا قلت لك قلت انا بحط نفسي مكان قول سؤالك ارد عليك. الناس بتقول ان هو مش معزوم يا باشا عنهم معزوم ما قلتها لك مش اول مره يعمل كده يا باشا رديتها لك قلت لك يا فندم زي ما قلت سيادتك ادي الاستاذ عملت كده دلوقتي هل استجري ولا اقدر؟ طيب اسال حضرتك سؤال تاني. لما تطلب مني اتصور معي هل تمسكني من ايدي ولا تقول لي بعد اذنك انا عايز اتصور؟ طب قلت لك بعد اذنك مسكتك من ايدك تديني بالقلم؟ لا التصرف بتاعك بس مرفوض. احنا قلنا كده سالنا الاسئله دي يا فندم صح؟ امال احنا سالنا الاسئله دي صح؟ يا باشا لو سمحت محامي المجني عليه عايزين دلوقتي هل شاب اسامه سعد هيقبل التصالح هو ووالده؟ ما قلت لا يا استاذ والده قال ايه؟ احنا انت حضرتك ما
والدي قلت لك على فكره 100 مره انت الزاد. بقول لك والده الحاج سعد قال انا مش هتصالح وانا مش هتصالح لان مش هتاجر بدم ابني. يا دكتور انا قلتها يا دكتور كما قلت لك تعويض. طيب تعويض يا باشا. لا التعويض ده طريق رسمه القانون يا جماعه. طب الولاد ده احد الصحفيين نازل اكرمه ماشي. يا دكتور بعد اذنك عايزين نعرف بهداوه كده الاجراءات اللي تمت ايه ضد عمرو دياب حتى الان. دعوتين